بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن مسائل حول السترة. أتمنى اللي ما حد شاف الدرس السابق عن السترة وتعريفها والأدلة، أتمنى الكل يشوفه لأن هذا الدرس مكمل له. تحصل السترة بكل ما ينصبه المصلي اتجاه القبلة كالجدار أو العصا أو العمود أو تحديد لعرض السترة. أما الارتفاع للسترة فمثل مؤخرة الرحل، أي ما يقارب شبر تقريبا. المسافة بين القدمين إلى السترة 3 أذرع تقريبا، بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود. السترة إنما تشرع بالنسبة للإمام والمنفرد سواء في الفريضة أو النافلة. سترة الإمام سترة المأموم، فيجوز المرور بين يدي المأموم لحاجة مهمة. ثمرة تطبيق هذه السنة 1، أنها تقي الصلاة من القطع إن كان المار مما يقطعها أو ينقصها. 2، إنما تحجب النظر عن الشخوص والروقان، لأن صاحب السترة يضع نظره دون سترته غالبا فينحصر تفكيره في معاني الصلاة. 3، يعطي المصلي المجال للمارين فلا يحوجهم إلى المرور أمامه، والله أعلم.